وإخواني والسيد علي بن عبد الفكي وابن أحمد وسادتنا علي وعلي بن الفكي وعلي وعبد الابن علي بن الفكي وسيدنا محمد مولى الدويلة والشيخ عبد الرحمن السكاب وأولاده الشيخ أبي بكر السكران والشيخ عمر المخضر وإخوانهما والشيخ عبد الله عدوس وأولاده أبي بكر علي وإخوانه والشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي وابن أحمد بن شهاب الدين والشيخ محمد جامع محمد مولى أيدين وسيدنا أبي بكر بن عبد الله بشميله وسيدنا محمد بن عبد الله والشيخ أبو بكر بن سالم وسيدنا عمر الطاس والحبيب عبد الله الحداد والحبيب عمر البار والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن فاكه والحبيب حامد بن عمر وسيدنا حبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وسيدنا أحمد بن محمد الأخضر وسيدنا أبو بكر بن عبد الله الأطاس وسيدنا علي بن محمد الحبشي والحبيب عبد الله بن شيخ العدروس والحبيب أحمد بن عيسى العدروس والحبيب عبد الرحمن المشهور وابنه علي وابنه عبد الله بن علي المشهور والحبيب سالم بن حبيب والحبيب عبد الله بن عمر الشاذلي والحبيب علي بن عبد الله بن شهاب الدين وابن محمد بن علي وجميع سادتنا علي أبي علوي والشيخ سيد العمودي والشيخ سالم بن فضل بافضل والشيخ علي بن محمد الخطيب والشيخ سعد بن علي مرحل والشيخ عبد الله بن أحمد بن زودان وماشي الحظ وأجل ووالدينا وأولادنا وأهلنا وشيخنا ومعلمينا وكاتب الحضرة ووالده وجميع المسلمين أن الله يكرم درجاتهم في الجنة ويغفر لهم ويرحمهم ويسره الجنة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لأصحاب القهوة والبخور والكرامة آمين 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 صلب لهذا الجمع العظيم آمين آمين الله يجمل أحواله آمين بعونهم ويتقبل منهم آمين بعون والديهم ووالدينا آمين المسلمين ويجمع قلوبنا على التقوى آمين أحفادنا وإياه من كل أذى وبلوى والعافية دائمة تامة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة ببركة الحظ الشريفة وهامسة الأنجام الرئيس الإمام والأمة والرعي والرعية يفرج المسلمين يرحمهم برحمة هنيئة مرئة نافئة يقوم فيها الخير والبركة يأجل بها السلسلة العلوية ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويسهل مطلوبنا ويحسن أخلاقنا ويصلح لنا أرزاقنا ويكفي الشهاديات والبليات ويطفئ نار الفتن والمحن ما ظهر منها ما بطن ويطلع أعمال في طاعة ومحبة ورضا ويمن علم كمال محبة ومحبة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته والاهتداء والاقتداء بمسلف الصالحين وبسلف الصالحين أن الله يؤتي كل سائل من منكم سؤلا مأمولا على ما يرضي الله ورسوله ويهب لنا كل خير ويعامل معاملة أهل الخير ويحوم بركة هذه الحظة على المسلمين أجمعين ويتكبله منا ويقول على ما فينا ويمن على الجميع بكمال حسن السابقة وحسن الخاتمة عند الموت في سرة وعافية وإلى حظ النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين